ماذا عن المتظاهرين؟ هل هنالك يعني حقوق للمتظاهرين من استشهدوا في هذه التظاهرات التي يعني عمت بغداد وبقية المحافظات؟ نعم، طبعا القرار 340 لمجلس الوزراء اللي صدر وعالج هذه القضية، وهو اعتبار الضحايا من المتظاهرين شهداء. وفعلا نحن باشرنا كمؤسسة الشهداء من خلال فرق جوالة بزيارة عوائل الشهداء في بغداد وبقية المحافظات. يعني كل من استشهدوا من المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع مثلا، بالرصاص الحي في بعض الأحيان بسبب حالات الاختناق. نعم. هو طبعا القرار مجلس الوزراء 340 يعني صدر جملة من الحزمة من الإصلاحات. من ضمن هذه الحزمة من الإصلاحات كان هناك بند 13 يخص المتظاهرين. الضحايا من المتظاهرين عدوا من الشهداء. نعم. ونحن باشرنا بتشكيل فرق جوالة في كل المحافظات العراقية، وقامت هذه الفرق الجوالة بزيارة عوائل الشهداء في البصرة والناصرية وكذلك الديوانية وكربلاء والنجف وكذلك بابل وبغداد أيضا. كانت في جانبي الكرخ والرصاف ومدينة الصدر. عدينا الشهداء وأخذنا عناوينهم وأسماءهم. هل عندكم حصيلة معينة؟ نعم، صار عندنا قاعدة بيانات بخصوصهم. نعم. يعني كان الحصيلة الأولية في بغداد 108 شهيد، وفي بقية المحافظات حسب المحافظة في واسط كان هناك 4 شهداء، وفي الديوانية كان هناك 8 شهداء. طيب. وفي الناصرية كان العدد تجاوز 95 شهيد. وبقية المحافظات في كربلاء كان عندنا شهيد واحد. الآن العدد صاعد، وأيضا في النجف الأشرف. هذه الحصيلة، عفوا سيد طارق، يعني هذه الحديا تاريخ، يعني هاي حصيلة. نعم نعم نعم، هذه الأرقام دقيقة. بعد صدور القرار مجلس الوزراء بدينا الفرق الجوالة بزيارة عوائل الشهداء وبدينا نحصي العدد. نعم. العدد، هل اعتمدتم على إحصائيتكم كدائرة أو مثلا عاونتكم وزارة الصحة بهذا الجانب؟ نعم أكيد، وزارة الصحة هناك غرفة عمليات خاصة. نعم. بهذا الموقف يوميا يعني يتم تسجيل عدد الشهداء، وكذلك كان هناك أيضا يعني مكتب رئيس الوزراء، هناك مكتب اللي بالحقيقة تسمى خلية المتابعة والإسناد. نعم. هذه الخلية قامت بزيارة عوائل الشهداء ومنحهم 10 ملايين دينار، وإضافة إلى تسجيل أسماءهم وتوثيق بياناتهم بشكل تم تزويدنا كمؤسسة الشهداء، دائرة شهداء ضحايا الإرهاب، وقمنا من خلال الفرق الجوالة بزيارة عوائل الشهداء. طبعا احنا زياراتنا كانت مهمة جدا، أولا اختصارا للوقت واختزالا للزمن. قمنا ب يعني تكليف العوائل بجلب المتطلبات اللي تحتاجها ترويج المعاملة الشهيد. نعم. يعني من شهادة الوفاة إلى صورة قيد النفوس إلى القسام الشرعي، حجة الحجر والقيمومة، كل هذه القضايا قاموا بتوفيرها إلى مؤسسة الشهداء. ومن ثم اليوم طبعا كان هناك حضور إعلامي القنوات الرسمية، وتم ترويج الوجبة الثانية من الشهداء. أكثر من 25 معاملة تم إنجازها بمنحهم الهويات التقاعدية والكيكارت. نعم، يعني أنتم حضراتكم حتبقون مستمرين بمتابعة هذا الملف ومنح. نعم، هو هذا واجبنا. نعم. طيب عندي بس واجبنا، لأنه إحنا تقع على عاتق مؤسسة الشهداء. نعم. أن تعوض هؤلاء على اعتبار أنه هناك أخطاء عسكرية كانت موجودة، وعلى اعتبار أنه إحنا يوميا ننزف الكثير من الشهداء للأسف، يعني والدم لا زال يسيل.